أهلاً مشاهدي كرام، مشاهدي أنفاس بريس، ضمن أيضا هذا الجزء الآخر من استضافتنا للاعبين ديال المنتخب الوطني لكرة القدم المنصوري للأطراف. معنا عضو المنتخب سي محمد وأيضا يونس الحارس ديال المنتخب. غادي نحاولوا خلال الحوار ديالنا معهم نعطوا فكرة لهذا المنتخب الوطني لكرة القدم المنصوري للأطراف وعدد من المحطات في إطار الاستعدادات لكأس أفريقيا اللي غادي تنظم في مصر وأيضا كأس العالم المقبل. سي محمد مرحبا وسهلا. مرحبا بك. شكرا لله. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. انت لاعب محترف كتمارس كرة القدم بطولة اطراف في اسبانيا، اعطينا شكون هو سي محمد؟ انا واحد الشخص جيت صغير من الفنيدق، انا كنسكن من الفنيدق، وجيت صغير مشيت صغير لاوروبا نهار ملي كانت عندي 17 عام وتقطعت لي رجل نهار ملي كانت عندي 6 سنين، وكنت كنلعب صغير بزاف في فنيدق، وكان كيعرفوني الناس كاملين على بسالة ديالي هي هذيك الكرة، وكنت شنيون فهمتيني، كنت كنلعب بزاف مع الدراري، كنلعب مع اللي عندهم جوج رجلين معايا اخر، وكيعرفوني الناس كاملين في فنيدق. ونهار ملي كانت عندي 17 عام مشيت للدول الأوروبية، مشيت لمدريد، مشيت تما نعيش فهمتيني، باش نقلب على راسي، نقلب على الهدف ديالي، نقلب على الحلم ديالي اللي كان هو اللعب الكره فهمتيني، نلعب الكره ونكون محترف ونكون اللي كنت كنحلم به نحققه. والحمد لله انا جبرتيني هنايا، شوفين انا الحمد لله كان اول هذا واش اول مشاركه ديالك في المنتخب ولا هي اول مشاركه ديالي في المنتخب؟ جيت لواحد التربص، ولكن الحمد لله ماشي زعما ما بغيتي ولا ما كتبشي، كان عندي الظروف ديال الخدمه، عندي كنخدم حتى انا، عندي الخدمه ديالي عندي، والحمد لله جا اوبورتونيتي في هذا الوقت، ومنادم ما يفيراش يعني انا هنايا ما كنعطي كل شيء على الترابو، واولا المغرب ديالنا خصنا نجيبوا كاس افريقيا، وجينا هنا باش نعاون. هذا غادي نرجعوا ايضا لتفاصيل اخرى. معنا ايضا سي يونس هو الحارس المنتخب الوطني لكره القدم مبصوري اطراف. سي يونس بخير. الله يبارك فيك السيد. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. الله ينورك. الله يبارك فيك. اعطينا شكون هو سي يونس اولا؟ الاسم ديالي يونس اكدال. الحمد لله تم تعرفت على هذه الرياضه هذه عن طريق الجمعيه ديالي النهضه الاكاديريه، تم فين بدات المسيره ديالي مع كره المبصوري الاطراف، تم فين اكتشفت بلي انه كاينين الدراري كيلعبوا يعني عندهم الباطر، عندهم كذا، تما فين بدات المسيره ديالي الحمد لله. ودابا انني في المنتخب، يعني ماشي المشاركه الاولى ديالي، ديجا كنت في تربصات اعداديه مع المنتخب، والحمد لله شرف لي انني كنمثل الدرابو ديال البلاد المغرب، وهذا الشيء اللي كاين الحمد لله. غادي نرجعوا لك ايضا سيونس. سي محمد، يعني تكلمتي على عشيه كره يعني الكاس افريقيا كره القدم المنتخب الاطراف اللي غتنظم في مصر، شنو الاستعدادات ديالتكم؟ كيف مر التربص لحد الساعه؟ كدوز الحمد لله كما ترام فهمتيني، كنستعدوا للمباريات هذه وديه، ولكن كنوجدوا كاس افريقيا، لان حنايا الاوبجيتيف ديالنا هو كاس افريقيا، اما هذه اخر خصنا نلعبوا، خصنا نعطيو الطايه ديالنا، واولا حنا قادرين نقدروا نغلبوا، لان عندنا ملاعبيه كيعرفوا يلعبوا، كيعرفوا عندهم واحد الطاقه، وعندهم عندهم كره في رجلهم فهمتيني، ماشي بحال شي نقولوا شي ايكيبوس اخرين جاو بداو من الصيرو، حنايا عندنا هذيك الموهبه، عندنا هذيك سبحان الله، عندنا هذيك الموهبه وخصنا نستغلوها فهمتيني، خصنا نستغلوها فين؟ في كاس افريقيا، في كاس العالم، وعلاش لا خصنا نجيبوا هذيك كاس افريقيا، علاش لا؟ حتى شي حاجه ما امبوسيبل، حتى شي حاجه ما امبوسيبل، خصنا نخدموا عليها. ومعنا سي الرئيس ومدرب عثمان كيعدل، شحال نقول لك، كيعدل اللازم ديالو، كندربو مزيان باش نكونوا مستعدين اي مباراه اللي يكون لا تجي قدامنا فهمتيني، لان كاينين شي كاينين شي كيب
عندهم قوه عنده. هذا هو سؤال سمح لي، يعني انت في اسبانيا كيفاش كتلعب كره القدم والاطراف؟ واش كاين احتضان، كاين عنايه، كاين احتراف، شنو اللي كاين في هذه الساعه؟ دي كاين الاحتراف، كاين الحمد لله كيعطيو القيمه الناس اللي عندهم احتياجات خاصه، فهمتيني، اللي عندهم محرج، وابارتي الكره هما كيعجبوهم، فهمتيني، الناس اللي الا كتهضر على الكره ولا الكره كتجمع كلشي، فهمتيني، هما كيعطيو واحد القيمه، كيعطيو شي حاجه القيمه، وكيعطيو واحد النظريه، واحد لوجيست بحال كيعطيو القيمه، فهمتيني، كيعطيو القيمه وكيعطيو ياخور على هذاك الشيء، وعندهم شنو نقول لك، كيقراو على هذاك الشيء، كيقراو دابا كيقراو على الاحتياجات الخاصه ديال الكره مبتورين، وكاين دابا كاينين بزاف ديال المستوى، فهمتي، دابا الحمد لله هذه الكره هذه عالميه، ما كاينش شي 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 دوري بحال هذه الكره هذه اللي لاعبين حنا، لان جديده ولكن هي اللي دابا اللي عاطيه العين، فهمتيني. نعم، انا ايضا حتى معنا كما قلت الحس ديال المنتخب الوطني كره القدم بطول الاطراف سيونس، يعني ابليت من البلاء الحسن في المقابلات، سواء المقابلات الوطنيه ولا ايضا حتى المنتخب لما كان في تركيا، وانت الحارس، يعني واش كاين بالنسبه لك تدريب خاصه؟ شنو هي الامور اللي ركزتوا عليها في هذا التربص هذا مع على مستوى الانسجام ديال الفريق وكذا؟ كما كنقول لك راه المنتخب ديالنا الحمد لله حديث العهد ومنتخب قوي، فهمتي، يعني باش نتكلاصاو سانكيام عالميه راه ما سهلاش. بالنسبه للتربص هذا اللي حنا كنستعدوا ليه مزيان، يعني كنستعدوا لجوج مباريات وديه حاليا مع المنتخب البولندي، وكنستعدوا لكاس افريقيا، يعني راه واخدينهم بجديه ان شاء الله، يعني خصنا نربحوهم باش انه نبينوا بلي حنا راه عندنا ايكيب يعني اللي تقدر تربح اي فرقه، وبلي مستعدين انه نجيبوا كاس افريقيا للبلاد. الدراري عندنا الحمد لله كلشي منسجم، كلشي كيعطي داكشي اللي عنده، من المدرب للطاقم التقني كامل، ولا حتى الاداري الحمد لله خدامين كما لازم. الدراري كما قلت لك يعني اللعابه ديالنا لا من الحراس، حنا ثلاثه الحراس وكاينين اللعابه الحمد لله، يعني كلشي منسجم، كلشي البطوله الوطنيه ايضا من المحترفين، كاينين يعني اللعابه اللي كاينين حاليا كاينين من البطوله الوطنيه ديالنا ولا من ديال الاوروبيه، الحراس كاملين كاينين في البطوله الوطنيه، ولكن بالنسبه للاخرين يعني كيلعبوا في الديال الاوروبيه، ولكن الحمد لله كلشي بحال، يعني الدراري كاملين عندهم نفس المستوى، شي كيكمل شي، رغم انه كما قلتي المنتخب الوطني راه ما جديدش في هذه الرياضه هذه، ورغم ذلك يعني ابلى البلاء الحسن كيف ما قلنا في بطولات كبيره، اخرها كاس العالم. الحمد لله كما قلت لك عندنا مدرب، يعني مدرب كبير اللي كيعطي من قلبه، يعني سي عثمان نجمي راه غني عن التعريف، كيخدم معنا مزيان يعني بجديه، يعني الحمد لله بغى يوصلنا للقمه، الحمد لله حنا واخدين الطريق الصحيح لهذا الشيء هذا. شكرا سيونس. شنو ممكن نقولوا الكلمه الاخيره للجمهور اللي غادي يتابع سواء هذه المباراه الوديه ولا ايضا حنا على كاس افريقيا المقبلين؟ انا اللي كنقول انا كنمشي مع المغرب ونجيبكم كاس افريقيا، صحه بغاو ولا ما بغاوش نجيبها لكم ان شاء الله، وحنا في هذيك الطريق، ماشي زعما انا ماشي شاك ولا عارف، لان حنا في هذيك الطريق نيشان غنمشيو نجيبو ان شاء الله هذيك الكاس كما بغاو، صحه ولا بالزز نجيبو هذيك الكاس، فهمتيني ان شاء الله. وش غنقول لك، الجميع كتعمل اللي عليها، كتعمل اللي عليها في الحقيقه والله العظيم، اش غنقول لك، كتعمل اللي عليها، كتعاوننا، الاهتمام، شي حاجه ناقصانا، شي حاجه، اي حاجه الحمد لله. وعلى هذاك الشيء خصنا نعطيو الصوره ديالنا، كما هما كيابوستيو علينا، خصنا حتى حنايا نعطيو واحد فورما، كما كيقولوا لنا حنايا عندنا ملاعبيه مزيانين وهذاك الشيء، خصنا نعملوها في كامبو، خصنا نكونوا كما الله يجي نطحنوه، ما كاينش زعما ما كاينش الضحك، حنا خصنا نمشيو نجيب كاس افريقيا، ما كاينش، لان صافي شفنا كيبو، شفنا الدول عالميه، فهمتيني، بحال بولندا، بحال البرازيل، بحال تركيا، راه تركيا شوف شحال جايبه تركيا، راه اكثر من 15 عام 12 عام،
ومازين ماشي مزيان، ولكن حنايا وما بانش فرق خلال كاس العالم الاخير بين المنتخب الوطني اللي يلا بدا مع كاس مع تركيا اللي عندها واحد تجربه طويله ديال سنوات. ما كاينش فرق، ما كاينش الفرق. ها حنايا عاد جداد في هذا ياخر، ولكن عندنا تجربه بحال حنا بحال محسن بحال الياس بحال سي يوسف بحال الهفته، عندنا شي ملاعبيه يكونوا احسن منهم، والله ما احسن منهم، وابارت نقدروا نعطيو اكثر من اللي هما كيتخيلوا، لان عندنا واحد الطاقه الحمد لله، عندنا واحد فيزيك، عندنا واحد الطاقم تقني حتى هو كيدربنا كيسهر الليل ليلا ونهارا باش يعلمنا باش يقولنا هذه لا هذه هي باش تخيل هو سيمانه باش يبريبار لك واحد تيست باش تعملو انت. راه ماشي سهل، راه الناس عندهم احتياجات خاصه، فهمتيني؟ راه عنده جوج موليطاش وعنده واحد رجيله، راه ماشي سهل تجي وترينر بواحد. راه كاينين الناس واخا عندك رجل واحده عنده عقليه بزاف الحوايج خصك انسجام معاه، فهمتيني؟ لان واخا يكون عنده واحد رجيله واخا مزيان عنده واحد رجيله تقدر، ولكن كاينين الناس ما عندهم وقع لهم واحد الحادثه ما عندهم منتالمنتي فهمتي. واخا عثمان كيسهر الليل باش يعطي من هذا يقول لنا هذا اعمل هذه اعمل هذه وكيعطي الخاطر. كنترينيو مزيان الليل صباحا ومساء الحمد لله على هذاك الشيء. كنقولوا انا متيقن براسي لان نعطي واحد النتيجه جايبينها ان شاء الله. شي ما كايناش شي تردد ان شاء الله. ان شاء الله يكون خير. عندنا واحد القوه وابارت احنا بحال فاميليا، احنا بحال فاميليا بحال هاد. نعم هاد الجو العائلي وغادي نختموا معك السيونس، كيف ممكن توصف لنا الجو العائلي اللي تكلم عليه الزميل ديالك محمد؟ طبعا حتى هو راه محفز في المشاركه بالنسبه لدوزو النهار ديالكم خارج الجروب. كاين هادشي راه كاين يعني ديما ضحكين الحمد لله، فهمتي؟ شي خلقه ماشي، فهمتي؟ الدراري ديما ضحكين ناشطين كنشدوا في هذا نضحكوا مع هذا، يعني الحمد لله هادشي اللي بغينا، فهمتي؟ الكلمه ديالك الجمهور بالنسبه للكلمه ديال الجمهور، يعني كنبغي نقول لهم بلي يثقوا فينا شويه ويعاودوا يشجعونا، فهمتي؟ يشجعونا الحمد لله، راه قادرين اننا نجيبوا دكه افريقيا الحمد لله، راه قادرين نجيبوها كيما دابا. راه كيما شفتي المنتخب ديالنا الاول خفق في كوت ديفوار، نتمناو حنا نجيبوها ان شاء الله في مصر باش نفرحوا اول العائلات ديالو، نفرحوا الجماهير ديالو، نفرحوا ريوسنا، ونفرحوا الجامعه ديال الملكيه المغربيه اللي داوي واحد الجد الخاصه، يعني باش نفرحوا كاملين الحمد لله. هذا الشيء ان شاء الله على هذا الامل وعلى هذا الحلم ان شاء الله ناوي يتحقق جميع ونفرحوا جميع بالاعضاء ديال المنتخب الوطني لكره القدم مبتول الاطراف. نكون قد انهينا هذا اللقاء. مشاهدي الكرام شكرا جزيلا والى اللقاء.